عظمته تبارك اسمه وجل ثناؤه أنه يحيي ويميت ويبدئ ويعيد، والقلوب له مفضية والسر عنده علانية. قال ربنا عن ذاته العلية: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وهذه لا تكون إلا له، ولا يستطيع مثلي أن يخبر عن الله حقا. لكن خير لي ولكم أن الإنسان يتلو القرآن فيعلم ما أخبر الله في قرآنه عن ذاته العلية. ربنا يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، وهو جل وعلا رحمن الدنيا ورحيمهما. لا يوجد ذنب لا تسعه رحمة الله، لا يوجد ذنب لا تسعه رحمة الله. ولما صلى بعض السلف على رجل عرف بأنه مدمن خمر لامه بعض من قل علمه، فقال: والله إني لأستحي من الله أن أظن أن رحمته ضاقت عن ذنب، والله إني لأستحي من الله أن أظن أن رحمته ضاقت عن ذنب. ربنا يقول عن ذاته العلية: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. لكن أين المتعرضون لرحمات الله؟ أين المتعرضون لرحمات الله؟ يقال أظنه المهلب بن أبي صفرة أو غيره من قادة العرب المشهورين بالبطش والشدة، رآه أحد العلماء الذين يفقهون عن الله كلامهم، رآه ذات يوم يذهب إلى المسجد، وكان يومئذ هذا قائد مطاع، قائدا مطاعا وسيدا متبعا وله خدم وحشم وجنود، لكن رآه يذهب إلى المسجد على حمار لوحده، وهذا أبصره وهو يعرفه ذاهب إلى المسجد على حمار، فقال: قعدة نبي في ذلة قوي. قعدة نبي يعني أن المشهور تاريخيا أن الحمار مركوب الأنبياء، كان عيسى عليه السلام لا يركب إلا حمارا، والله لما ذكر عزير قال أخبر أنه كان على حمار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له حمار اسمه يعفور، فهذا اختار أقل الدواب حتى يذهب إلى المسجد. ولا يصنع هذا إلا من استكان لمن؟ استكان لله. ففاقه هذا العالم أن هذا الرجل في سطوته في جبروته في إمرته في قيادته يصنع هذا، إنما أراد إذا الناس لهم الظاهر أراد بذلك وجه الله. والمراد في قضية الحديث كيف أن الإنسان يتعرض لرحمات الله، كيف أن الإنسان يتعرض لرحمات الله. وربنا يقول: ورحمتي وسعت كل شيء.